السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى غرار فيديو من الجاني ومن المسؤول. الفيلا اللي كان دوبليكس والمهندس اللي هو دخيل على مش مهندس، اللي هو الشخص اللي كان بيدعي ان هو مهندس وعمل شغل في الفيلا هنا، بفضل الله وكرم ربنا وقوته معانا انتهينا من اعمال السباكه، وباذن الله عملنا افضل مستوى للعميل، ويا رب يكون اعجابكم. ونتفضل مع بعض نبص ان شاء الله مع بعضنا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل. طبعا الحوض ركب بالشكل الجميل، انزل تحت الحوض. طبعا المكان اللي جوه هناك ده اللي عليه فيه اسمنت ابيض، الكوع ابو سن، لا انا ركبت كسرنا من بره الحته البسيطه ديت، وعملنا تعديل. بدل ما كان هياخد جلب تطويله 15 سنتي، لا احنا كسرنا وعدلنا في البوليبروبيلين وظبطنا الوضع بتاعنا. كذلك الامر البانيو، ركبنا البانيو بالشكل الجميل بتاعه. مخرج الرين شاور ما كانش موجود وجبناه من غير ما نبهدل الجبسن بورد ولا اي حاجه. ركبنا الهاند شاور الجميل، ركبنا الصباب. طبعا الخلاط ده مدفون شويه، بس كان لا يفضل احنا نكسر عليه عشان كان يبقى فيه بهدله وما كانش فيه لون السيراميك، فحاولنا ان احنا نشغل الخلاط. شغال معايا زي الفل، خلاص شغال معايا فوق وشغال معايا تحت. لو انا فتحت الصباب ده هنا كده المحول يديني في الهاند شاور. طبعا ركبنا التويليت هنا، كان في المخرج اف عشان الصوت. هنا كان في المخرج كان داخل 4 بوصة على طول، احنا عدناه من بره وركبنا المسلوب ال 90 في متر ولا في 110، وجمعنا التويليت بتاعنا على بره، وركبنا خلاط الشطافه. طبعا كان من ضمن الاخطاء ان في خلاط شطافه ورا، يعني انا كعميل انا قاعد اهو، المفروض خلاط الشطافه قدام مني، ما اروحش ورا هناك كده اجيب خلاط صعبه. بص اللاويه صعبه، المفروض يا في الظهر يا في الظهر افتح واخد الهاند شاور معايا وتبقى الدنيا واسعه، يا يبقى قدام مني اخد الهاند شاور اشتغل بيه ولا في اي مشكله اطلاقا. والخلاط ده كان مفترض ان هو يجي هنا باقل الخسائر، باقل الخسائر انقذنا ما تم انقاذه، وانتهينا من شغل الفيلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وبرده كان هنا عندي في اوفيس، الاوفيس دوت كان صرف الحوض ده ما كانش شغال، كان مكتوم خالص. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى نظفنا وغسلنا المواسير وظبطنا الدنيا بتاعتنا كلها، وبفضل الله صرف الحوض شغال معانا زي الفل بفضل الله سبحانه وتعالى. ارجو نكون قدرنا نفيد حضراتكم، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في كل ما هو طلب حصري مع سباك شاطر على فيسبوك وقناه سباك شاطر على يوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله.